اهلا بيكم في قناة جوهر، كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الأبواب، حبيت ابتدي معاكم الشهر الفضيل بشوية ديكورات كده رمضانية علشان نبقى مستعدين نفسيا، وكمان يبقى مظاهر الاحتفال بالشهر موجودة في بيتنا. ربنا يعيده علينا يا رب بالخير. واليوم يلا بينا نبتدي. طبعا لسه ما اشتركش، يا ريت يشترك، واللي ما يعرفش يشترك ازاي هيلاقي علامة اشتراك او سبسكرايب تحت الفيديو. يا ريت كمان تفعلوا الجرس عشان فيديوهاتي الجديدة، وتعملوا لايك وشير. اول فكرة طبعا هي فانوس رمضان، مفيش رمضان بيعدي من غير ديكور فانوس رمضان. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة، وان شاء الله نلحق نخلصه قبل ما الشهر يبتدي، لان هو بس بيحتاج وقت شوية على ما الحاجات اللي فيه تنشف وتثبت. يلا بينا. اول حاجة بنعملها بنجيب الزوايا دي من محل دهانات او محل اخشاب، هي بتتحط على الحوائط من الجنب عشان تحميها. احنا هنقسمها 4 قطع، وطبعا نراعي ان كلهم يبقوا طول واحد، وننشرهم بمنشار. لو ما عندناش منشار ممكن واحنا بنشتريهم نقول لهم يقصوهم كلهم طول واحد. الطول طبعا ده بيرجع لكم، مش مفيش طول معين، بس كلهم يبقوا في نفس الطول والمقياس. بعد كده بنجيب 4 قطع تانيين ونقسمهم النص، عشان هما دول اللي هيمسكوا الزوايا في بعض زي ما انتوا شايفين كده، وبنقسمهم النص عادي برضو بالمنشار. طبعا بنستخدم الغراء بتاع الخشب علشان نلزق الزوايا في بعض زي ما انتوا شايفين كده. وبنمسكها بمشبك او اي حاجة ممكن تبقى قوية نقدر نمسك بيها. اللي عنده حاجة زي الكلام كده او اللي بيمسكوا بيها الخشب طبعا ممكن يستخدمها، بس انا عشان بستخدم بقى الحاجة المتاحة عندي فاستخدمت المشابك دي ومسكت الخشب في بعضه عادي مفيش مشاكل. طبعا بنلزق ال4 زوايا في بعض، وبنستخدم الخشب الصغير ده 4 فوق و4 من تحت. اللي عايز يستخدم مسامير كمان علشان يمسك الخشب في بعضه اكتر طبعا مفيش مشاكل، بس انا شفت الغرة كفاية بصراحة، لان الغرة بيمسك الخشب في بعضه بطريقة قوية. بنسيبها 24 ساعة، وده بيبقى شكلها متماسك زي ما انتوا شايفين. بعد كده بنجيب كرتونة ونعلمها على القاعدة علشان هي دي الجزء اللي هنستخدمه علشان نقفل بيه الفانوس من فوق ومن تحت، بس احنا هنلزقه الاول في الجزء اللي فوق بمسدس الشمع. وبعد كده دي النتيجة كانت قديمة عندي استخدمتها في فيديوهات قبل كده، هسيب لكم الروابط بتاعتها. وقصيت الخشب اللي فيها ده على قد طول الفانوس من فوق، وطبعا لزقته في بعضه بالغيرة عشان نداري بقى العيوب اللي في الأطراف دي. بنجيب برضو قطعة طويلة شوية نلزقها على الأطراف ونعمل زي حرف إكس في النص كده. طبعا ده شكل ديكوري لا أكثر ولا أقل. وبنحط عليها تقل زي كتب أو حاجة علشان خاطر تلزق كويس، وده بعد 24 ساعة زي ما انتوا شايفين لزقت. بعد كده بنجيب خشبة عشان نرفع الجزء اللي في النص ده شوية، دي قطعة خشب برضو كانت موجودة بواقي خشب لزقتها في النص مسدس الشمع، وده غطا هو بس شوية شكله غريب لان انا نشرته علشان خاطر لما نيجي ندهن الالوان تلزق عليه بسهولة. وبعد ما دهنا اللون الابيض ده بيبقى شكله النهائي. بعد كده بقى بنجيب الفرشة دي، ويفضل الفرشة اللي هي بتبقى خشنة بتاعت الدهانات دي، ونعمل عليها تكنيك اسمه الدراي براشنج، اللي هو احنا بنجيب فرشة لازم تبقى ناشفة ونحط فيها الدهان اللي احنا عايزينه ونخففه شوية ان احنا بنمسحه في الكرتونة زي ما انتوا شايفين كده، ونعمل على الخشب بالعرض وبالطول علشان ده يبقى الشكل النهائي. بعد كده طبعا بنرشه بالسبراي المثبت علشان خاطر نثبت الالوان،
وده ورق بيتباع برضو في محلات الدهانات، ده بيستخدموه علشان بيلزقوه على الإزاز أو كده علشان يبقى شكله لطيف، وهو بيبقى مدرج. برضو جبت حتة كرتون وعشان نعملها كالقاعدة بقى للفانوس، ولزقت عليها الورق ده. طبعا الزيادات بنقصها، ونلزقه برضو مسدس الشمع زي ما عملنا في الناحية التانية، وده بيبقى شكلها. بعد كده ده خيط مكرمية كنت استخدمته في كذا فيديو قبل كده، برضو هسيب لكم الروابط بتاعتها. بنلزق مسدس الشمع من الطرف كده، وبنجيب خيطين ونبربهم ونعمل حرف اكس من هنا ومن هنا. بنفس خيط المكرمية ده بنعمل ضفيرة عادية، انا خلطت لونين ببعض، وبنداري بقى بيها الخيط المكرمية اللي احنا عملناه ده من فوق، واي عيوب بقى كانت باينه من الخشب اللي احنا حطيناه من فوق ده بتتدارى بالضفيره دي. ده بيبقى شكلها النهائي. ده خرز بنشتريه عادي من المكتبه، بنلزقه بقى زي ما انتم شايفين كده مسدس الشمع برضو، دي شكل جمالي اكتر وبيبرز اللون عشان هو لونه اغمق شويه. وبعد كده برضو بنجيب خرز تاني من نوع مختلف بنلزقه على الاطراف. بعد كده دي غويشة بلزقها كأن هي يعني المسكة بتاعت الفانوس، وباجي بقى بخيط المكرمية وداري بيه الأطراف زي ما انتوا شايفين كده، وبس كده كده الفانوس خلص. فكرة جميلة جدا زي ما قلت لكم، بس هي بتحتاج وقت لغاية لما الحاجات اللي فيه تتماسك وتنشف، بس فكرة لطيفة جدا وتستاهل المجهود، وإن شاء الله نلحق نخلصه. يلا بينا نبتدي الفكرة التانية. الفكرة التانية عبارة عن كور الخيش دي، او اللي بتبقى معمولة من الخيوط، تحط فيها اضواء زي ما انتوا شايفين كده، شكلها مبهج جدا وحلو قوي. اول حاجة بنعمله بنجيب خيط مكرمية او اي خيط موجود عندنا، مش شرط خيط مكرمية، ممكن خيط خيش كمان، ونحطه في غراء مخفف. غراء مخفف ده بيبقى واحد نسبة واحد لواحد مية الغراء، يعني لو هنحط 100 ملي غرا بنحط عليه 100 ملي مية. وبعد كده بنتأكد ان هو اتخلط كويس، وبنلفه بقى حوالين كورة، معلش بعتذر عن سوء الصورة، او ممكن نستخدم بالونة، بس انا حبيت ان استخدم كورة علشان هي بتبقى اقوى وتقدر تستحمل اكتر. بالونة برضو ممكن تفرقع يعني، خصوصا لو الخيط تقيل مش خيط خفيف بس. وبنلفها كده بشكل عشوائي لغاية لما بنداري معظمها، طبعا بنسيب فتحات فيها عشان نقدر ندخل الأضواء منها يعني بس. وبعد كده بنربط بقى في الآخر ونسيبها تنشف من 24 ل 48 ساعة. بعد ما تنشف بقى بنطلع الهواء اللي في الكورة أو البالونة اللي هنستخدمها، وممكن نستخدمها تاني لو كورة عادي مش هتبقى باظت يعني، ننفخها تاني عادي، نطلعها بس من الفراغات دي. وبكده يكون ديكور خلص، سهل جدا مفهوش اي صعوبة، ديكور شكله حلو جدا. الفكرة التالتة يا هلال رمضان، طبعا ممكن نسنده زي ما انتوا شايفين كده، ممكن نعلقه، ممكن نحط فيه انوار زي ما انتوا شايفين برضو. فكرة سهلة جدا. اول حاجة بنجيب قطعة كرتون، انا كان عندي علبة بسكوت قديمة كده، فالكرتون بتاعها كان لونه فضي فكان شكله لطيف ومناسب قوي. طبعا لو ما عندكوش مفيش مشاكل، ممكن تستخدموا اي نوع كرتون. بنعمل دايرة كده حواليها، وبعد كده بنقصها، ونيجي من النص نرسم بقى رسمة الهلال. انا حبيت ان انا اعمل دايرة بطبق او بحاجة علشان تبقى لما نيجي نقص الهلال منها يبقى شكله متناسق، ما يبقاش في حتة اكبر من حتة او تبقى شكلها مش لطيف. بعد كده بنيجي بخيط المكرمية او اي نوع خيوط عندنا، بنلزقه مسدس الشمع زي ما انتوا شايفين، ونلفه كده داير ما يدور. لو انتوا
ما عندكوش الكرتونة الفاضي دي وتستخدموا كرتونة عادية، احرصوا بس ان انتوا ايه تبقوا مغطينها كويس. لو هي لونها مش لطيف يعني، او عايزين تداروا شكلها خالص. بعد كده بستخدمت لون اصفر برضو علشان الاصفر والازرق والفضي طبعا 3 الوان لطاف جدا مع بعض، ونلفه برضو داير ما يدور كده. وبعد ما نخلص بنلزقه بمسدس الشمع. لو في حتت بقى مش ثابتة كويس ممكن برضو تلزقها بمسدس الشمع علشان تثبت كويس، وده الشكل النهائي. زي ما قلت لكم ممكن تعلقوها، ممكن تحط فيها انوار، استخداماتها متعددة وشكلها لطيف. الفكرة الثالثة وهي فانوس برضو بس بشكل مختلف، ألوانه لطيفة جدا، حسيت انه برضو ملائم للديكور الرمضاني. بنجيب علبة فاضية، بنشيل الغطا بتاعها طبعا مش هنحتاجه. وبعد كده بالالوان بقى اللي انا استخدمتها قبل كده في كذا فيديو، الوان اللي هي بنجيبها من عند الموان دي بتبقى سايله. وهنعرف ليه اشمعنى استخدمنا الالوان دي بالذات دلوقتي. بندهن كذا طبقه كده وكذا لون جنب بعض، وعلشان هي سايله كده لو كل ما تحركوا العلبه الالوان تتداخل مع بعضها فتدي الشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. طبعا ممكن كمان تحطوا الالوان من فوق وتحركوها لو انتوا حابين. انا دهنت العلبه في الاول كده علشان تخلي الالوان سهل ان هي تنساب على العلبه وتدي الايفكت اللي انتوا شايفينه ده او التاثير اللي انتوا شايفينه ده، شكله لطيف جدا. بعد ما نتاكد ان هي نشفت تماما بنرشها بسبراي مثبت. طبعا ابن اختي حب يدخل معايا في الفيديو هتلاقوا ايده ظاهره اهو. بعد كده دي غويشه كنت موجوده عندي يعني، بنقطعها من النص ونستخدمها كأن هي الحلقة بتاعة الفانوس، ونخرم طبعا في جنب العلبة بمقص أو بأي آلة حادة بس ناخد بالنا طبعا. وفي الحتت اللي احنا هندخل فيها الحلقة دي بنلزق بمسدس الشمع عشان نثبت برضو، وانا حطيت خرزتين فضي كده علشان نخلي شكلها لطيف. ممكن تستخدموا اي الوان خرز عندكم او اي نوع عندكم موجود وتلزقوه بالشكل اللي يعجبكم. انا لفيت برضو داير ما يدور على العلبة كده عشان تداري الحتة اللي فوق دي وتدي برضو منظر جمالي، شكلها حلو جدا. وفكرة فانوس برضو مختلف. اتمنى تكون الافكار عجبتكم، وطبعا ما تنسوش شهر رمضان للصوم والصلاة وللتعبد. اذكروني بصالح دعواتكم، وان شاء الله لو في اي اسئلة سيبوها لي في التعليقات وانا هرد عليكم. يا رب تكون الأفكار عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو قريب. كل سنة وأنتم طيبين.